زيارة الوزير الأول إلى ولاية البريدان جاءت تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والوقوف على مدى تنفيذ وتقدم عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية. الوزير الأول زار المنطقة الصناعية سيدي خالد بالبويرة وشدد بالمناسبة على ضرورة استحداث مناطق صناعية أخرى بالنظر للفرص الاستثمارية والصناعية التي تتوفر عليها الولاية. ياسين بالخير دوير. على غرار المنطقة الصناعية الكبيرة بعاصمة الولاية هناك 11 أخرى مقسمة على عدد من البلديات بالإضافة إلى أخرى مقترحة جديدة، كل هذا من أجل إنعاش قطاع الصناعة وبعث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. احنا لونتر بريس تاعنا بديناها 2011 ودرنا المشروع الأول وزدنا دوزيام مشروع شغل درنا ليكستونسيون والحمد لله احنا في اطار اونساج. كنا سنة 2010 في 157 منصب عمل ودوك رانا في 307 منصب عمل وكاين مشاريع اخرى تنموية وقايد الانجاز. الوزير الاول عبد الملك سلال وقف بالمنطقة الصناعية على العديد من مشاريع الاستثمار وعلى المؤسسات التي حققت نجاحا بالاضافة الى المؤسسات التي سترى النور قريبا في العديد من المجالات الفلاحية والغذائية والسياحية والتجارة والخدمات. على قلت لك قلت لنا عندنا مشكل حنا مع لي ستاسيون دو ديسالمون وي سي بور جو 300 مير وي فو با ريكوبيري 700 مير اي فير دي كلور كيفاش تبداو لا برودكسيون الانتاج نوفمبر الجاي شحال راح تشغلنا هنا؟ حوالي 40 مع 40 من بعد نزيدو نديرو ليكستنسيون. ما عليك حتى مشكل. هذه المؤسسات التي وصلت بولاية البويرة إلى 13644 مؤسسة وساهمت في خلق أكثر من 47230 منصب شغل. الوزير الأول استمع بعد ذلك إلى شروحات مفصلة حول واقع وأفاق قطاع النقل بما فيها خط السكة الحديدية المزدوج والذي يستجيب إلى المعايير العالمية. الوزير الأول زار محطة تصفية المياه بالجباحية التي شرع في استغلالها أو شرع في استغلالها لتزويد 4 ولايات بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد كدية السردون، وأيضا استمع إلى عرض حول استعمالات المحطة خاصة في المجال الفلاحي. خليد حاج جلالي. محطة الجباحية لتحويل الماء الشروب ابتداء من سد كدية أسردون ثاني أكبر سد على المستوى الوطني تضمن تحويل ما مقداره 346 ألف متر مكعب يوميا نحو 4 ولايات. 1,500,000 نسمة موزعة على 4 ولايات ومنها بويرة مدية مسيلة وتيزي وزو، والحجم المحول هو يقدر بحوالي 100 مليون متر مكعب سنويا، وسد كدية السردون الساعة تاعو هي 640 مليون متر مكعب. دونك في كل عام عندنا خزان يبو اسيري استدير ان ريزيرف سور 5 ans. الوزير الاول عبد الملك سلال وبعد استماعه لعرض حول مشروع المحطة ونظام السقي الفلاحي بالمنطقة اعطى اشارة دخول المحطة حيز الخدمة ليتأكد بعدها من وصول الماء الى عين بسام على المباشر. نشكركم سيد الوزير الاول على المياه اللي خدتوها لنا وشربوها. جاكم الماء سير اخي. سير الماء نخلو روحك تفتح لك العين وتشوفها. سير ماشي كدب ولا. حقنا الماء عليه. بارك الله فيك. مبروك مبروك عليكم. هكا تهنوا اخي تهنيتوا شويه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله انت اللي تهنينا. بارك الله فيك. حتى من 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 المياه من الشرب راح يعني نستفادوا من البراز الفلاحه يعني البراز المدلكه ان شاء الله. بارك الله فيك. سلم على الناس عين بسام. هذا المشروع الاستراتيجي إضافة إلى تزويد ساكنة 4 ولايات بالماء الشروب سيعمل على تطوير القطاع الفلاحي بهذه الولايات.
القطب والحضاري لمدينة البويرة المخصص لإنجاز 1422 وحدة سكنية كان محل زيارة الوزير الأول، الذي توقف أيضا عند القطب الجامعي الذي استفادت منه الولاية، كما طلع السلال على تقدم أشغال إعادة تأهيل شطر الطريق السريع الرابط بين الأخضرية والبويرة. وزلعوفي. عملية توسعة هامة يعرفها القطب الحضري بمدينة البويرة لإنجاز 1422 وحدة سكنية عمومية إيجارية، إضافة إلى وحدات أخرى بمختلف السياق. القطب الحضري هذا كان محل زيارة الوزير الأول عبد الملك سلال. شكون اللي عايش هنا؟ المواطنين والمواطنات هكذا. سيدي سيتويا ألجيريا. شكرا للرياضي لازم نبنيو لهم حسب التقاليد وحسب ظروف المعيشة ونحسنوا ظروف المعيشة. هذو سي سا لوبجيكتيف اللي هنا راكي طيشونا لوجمون تاع الدولة تاع الدولة تاع الدولة تاع الدولة، ماهيش غير الدولة وحدة اللي تنجز، سي با لو تيليتا كي رياليز. دونك تو سوسي كومبليتمون اروفوار. Il n'a pas de sens civilisationnel ou urbanistique. Pour un logement privé. Logement privé, monsieur le Premier ministre, du moment que c'est des terrains privés. Hein. Donc, tout appartient à l'Algérie. Privé ou public, kiff-kiff. Il n'y a plus de différence entre. Ce n'est pas parce que terrain privé, le privé ou terrain public, il nous donne public. قطاع التعليم العالي والبحث العلمي استفاد من قطب جامعي بمعاهد وكليات لمختلف التخصصات. اليوم وبحضور الوزير الأول تم استلام 4000 مقعد بيداغوجي. لازم نقلب الأمور، لازم النسبة المئوية نتاع التكوين في العلوم التكنولوجية والرياضيات والانفورماتيك يكون تقريبا 60-70%. عبد الملك سلال أشرف كذلك على تسليم شهادات الاستفادة من سكنات وظيفية لصالح 50 أستاذا جامعيا. الوزير الأول اطلع كذلك على تقدم أشغال إعادة تأهيل شطر الطريق السريع الرابط بين الأخضرية والبويرة على مسافة 33 كيلومترا. ياسو هادو دارونا مشاكل بزاف. ماذا بنا اللي يخدموا، نتمنوا يخدموا خدمة زينة، موش كل شهر وكل عام وكل عامين وحنا نعاودوا. راك تقول لي dans 6 mois pour un CD, comment le travail, c'est pas possible. Du semestre pour les travaux routiers, pour le viaduc, c'est la fin de l'année. الإسراع في وتيرة إنجاز المشاريع مع مراعاة الجودة نقطة ركز عليها الوزير الأول في مختلف المحطات التي وقف عندها.